ايه الشرط او ايه النص؟ يجب ان تكون فتحات المقابس مزودة باقفال، اقفال اللي هي غوالق لحماية الاطفال. ليه انا بعمل شطر في السوكت؟ عشان احمي الاطفال حسب الكود. الكود مهتم جدا بحماية تمام الاشخاص او حماية الاطفال، تمام؟ فبالتالي يشترط عليك ان الفيش لازم يكون عليه غوالق او تمام اقفال، تمام؟ فتحة الارضي لازم تكون فتحة التأريض الى اعلى زي ما قلنا او احنا شايفين في الشكل قدامنا دلوقتي. طيب ال- 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 المتطلب الثاني في الافياش، المتطلب الثاني يجب ان تكون المقابس من درجة حماية IP2X، يعني لازم تكون ليها اقل درجة حماية IP، يعني ingress protection او درجة الحماية 2، ده الرقم الاولاني تمام في الحماية، الحماية ضد الأجسام الصلبة بنسميها، والإكس اللي هو الحماية ضد الأجسام السائلة، فهنا 2 للحماية من التلامس المباشر.